وعلى هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الرواندي، حيث تابع الوزيران التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات بما في ذلك الإعداد للدورة الثانية من اللجنة المشتركة في كيغالي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023. وقد أكد شكري الاهتمام الذي توليه مصر لمشروع مركز مجدي يعقوب مصر للقلب، لما يمثله المركز من تجسيد فعلي للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، حيث يعد المركز أحد أهم المراكز المصرية لعلاج القلب في القارة الإفريقية. كما استعرض وزير الخارجية الموقف الراهن من مفاوضات سد النهضة وجهود مصر على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث.